بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور احمد حسين، استاذ مساعد الاشعه الداخليه والتشخيصيه بطب عين شمس. النهارده حابب اعرف الناس على ايه هي الاشعه الداخليه. الاشعه الداخليه ده تخصص دقيق وحديث من تخصصات الاشعه. فيه بنستخدم اجهزه الاشعه اللي احنا بنستخدمها في التشخيص، زي الموجات الصوتيه والاشعه المقطعيه والاشعه الفلوروسكوبيه والرنين المغناطيسي. نفس الاجهزه دي بنستخدمها استخدامات ذات طبيعه علاجيه، عن طريق ان احنا بنوجه بيها مجسات وسلوك واساطر، بحيث ان احنا نوصل لاورام معينه في جسم الانسان ونبتدي نحقن مواد ليها طبيعه علاجيه. ومن اكتر الاستخدامات المشهوره اللي بنستخدمها بيها هنا في مصر بالذات هي اورام الكبد السرطانيه. بنعمل بيها حاجه الحقن الكيماوي او الحقن الاشعاعي، وده بيتم تحت الاشعه الفلوروسكوبيه، وبيتعمل بيها التردد الحراري او المايكرويف، وده بيتعمل تحت الموجات الصوتيه وتحت الاشعه المقطعيه. من ضمن الاستخدامات الحديثه برضو اللي هي الاشعه التداخليه، حقن اورام الرحم الليفيه وحقن اورام البروستاتا وعلاج دوالي للخصيه وعلاج دوالي الساقين. الحقيقه ميزه الاشعه التداخليه ان هي بتتم في وقت قصير، ما بتحتاجش البنج كلي، المريض بيقدر يرجع لشغله في خلال يوم او يومين، ما بتحتاجش ان العيان يقعد في المستشفى اكتر من يوم.